نفط ميسان يوقف سلسلة انتصارات الطلبة ويتغلب عليه بهدف في الدقيقة الأخيرة، وكورة يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. موجودة بكل العالم، سياسة موجودة خاصة بكرة القدم، ما تقول تبقى ما تضيع، الضيع لازم يجي عليك هدف، وهذا صار. مع يعني محترامنا يعني اليوم يعني بس الحارس وقع أربع مرات يطينا أربع دقائق، يعني ما يصير، هذا ظلم. احنا ما اعرف يعني احنا ما اعرف ليش الحكام ما اعرف يعني اليوم يعني نحس مو بجانبنا، يعني انت مرات انت لازم تكون عادل بقراراتك. الحمد لله وشكر قدرنا نضع الخطة المناسبة والتكتيك المناسب. صح الشوط الثاني كانوا هم أفضل حيازة، لكن استغلنا فرصة واحدة سجلنا هدف وعززنا من نقاطنا. الحمد لله وشكر، أنا راضي على الفريق. الحمد لله وشكر على ثلاث نقاط، احنا جينا وهدفنا لثلاث نقاط. فريق تعرف فريق طلبة فريق متصدر وفريق جيد، بس احنا ما نقلل من شأننا. فريق نادي نفط ميسان فريق هاي السنة شبابي، فريق فتي، كابتن عدي، أغلب اللاعبين جدد، وإن شاء الله القادم أفضل. المباراة صعبة يعني الحمد لله قدمنا مستوى يليق باسمنا، يعني هذا ما جاء عن فراغ، يعني حتى المباريات اللي سبقنا هذه المباراة. الحمد لله والشكر، ثلاث نقاط مهمة، نادي الطلبة نادي كبير تدرب صدارة الدوري، لعبنا بأسلوب مثل ما أراد من المدرب، لعبنا بأسلوب النظام.